سلام الحب لأهل الحب والتقدير، سألت قلوبكم عن حبها المدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير، وش اللي في إمارات المحبة غير. صوتك غن وانقل صوتك التعبير، تدار عيال زايد والقلوب الخير، نحب أرض الإمارات وأهاليها، وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير. We love the free one who loves my UAE، فيها نحس إن الدنيا لسه بخير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا. قصة أبطالها رجال سطروا بهممهم أمجاد، صافحت السماء فدونت بالذهب، وأملت على العليا دروسا في الإتقان، فقام الاتحاد على يد زايد الخير. في 2 ديسمبر من عام 1971 هذا اليوم تعانقت به الأيادي معلنة عن دولة الخير والعطاء، دولة الأمن والأمان، دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا اليوم الذي يحق لنا أن نطلق عليه عيد، بل عرس تمتزج به أرق وأجمل المشاعر الوطنية فتعزف على لحن واحد هو لحن الوطن، فما أجمله من وطن. سلام يا كرام قلوبنا والدار، سلام الحب لأهل الحب والتقدير، سألت قلوبكم عن حبها المدرار، وش اللي. أول شيء أبارك لشيوخنا طويل العمر، وأبارك لشعبنا كله اليوم الوطني 50 لدولتنا، وإن شاء الله كل سنة في ازدهار وتقدم وفخر واعتزاز من أبناء وطننا. تدار عيال بارك لدولة الإمارات شعبة وقيادة، والله يخلي لنا شيوخنا ويديم الأمن والأمان علينا. من عيوني بصور صادق الأحساس وغني عن مشاعر. أفتخر أني أكون بنت إماراتية، والحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على التطور اللي نحن فيه، وعلى مرور 50 عام، فما شاء الله يعني نحن نقدر ونحن قدها، وما في شيء صعب علينا. أحب أبارك لشعب الإمارات ولشيوخنا باليوم الوطني وبالعام 50، ونقول الحمد لله على الاتحاد اللي نحن فيه. سلام يا كرام، سلام يا كرام. الحمد لله نحن توحدنا واستوينا واحد، والشيخ سعد أسسنا. الحمد لله اليوم عام 50 يستوي يوم الوطني، إن شاء الله نكون فرحانين ونتم تحديدنا. يعشق إمارات المحبة خفوقي، متيم فيها ولع والهوا كيف، حبي لها يا ناس نهر دفوقي، أرض الهجن والخيل والفرد والسيف، في ريحها هيل الكرم له نشوقي، هي عروس الكون من غير تزييف. بكل ما تحمله المفردات من معاني الحب للوطن وللقيادة الرشيدة، وبخالص مشاعر الانتماء والولاء للإمارات حكومة وشعبا، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، وإلى الوالد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه،
وإلى أخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، راجين من المولى أن يحفظ دولة الإمارات، وكل عام وأنتم بخير. تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة لعام 2021، عام تتوج فيه الإنجازات الرائدة وتسطر فيها الرؤى المستقبلية بحكمة. 2021 عام التتويج باليوبيل الذهبي لدولة آمنت باللامستحيل، دولة تميزت بمختلف القطاعات لتحتل المراتب الأولى عالمياً في العديد من المجالات. عقود خمسة سطرت فيها الإمارات مسيرة ناجحة من التميز، أبراج شيدت، أحلام عانقت الفضاء، أمن وأمان لا مثيل لهما، نساء رصان مسيرتهن بأحرف من ذهب لتكون شريكاً مع الرجل في مختلف مجالات العمل الوطني، وتبوأت بفضل دعم القيادة الرشيدة أرفع المناصب. سمعة الإمارات في العالم ومكانتها بين الدول تحملها فوق السحاب، مسيرة انطلقت منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتتواصل بخطى ناجحة نحو مستقبل مشرق. ليكون اليوم الوطني لدولة الإمارات هو يوم يحكي قصة عنوانها الوحدة، ومحورها سعادة المجتمع، وجوهرها الإيمان بقدرة الإنسان على تحويل الصحراء إلى واحات خير وعطاء لا ينضب. سيبقى 2 ديسمبر عام 1971 على مر الزمان الحدث الأعظم قيمة لتاريخ دولة الإمارات والأكثر تأثيراً في مستقبلها، لا ينضب معينه أو يخف صداه، الكلمات لن تفي بحق هذا الوطن. لبرنامج رياضة المرأة رشا محمد. نعم، الكلمات لا تفي حق هذا الوطن الذي قدم لنا الكثير، ولا بد في هذا اليوم أن نستذكر الأب والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي آمن بالاتحاد وعمل على تحقيقه بثقة ورؤى واضحة. في هذه الحلقة الخاصة التي نحتفي من خلالها باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، يسعدني أيضا أن أرحب بضيفتي في الاستديو الأستاذة عارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي ورئيس فريق سفيرات نادي الإمارات. نرحب بك معنا في برنامج رياضة المرأة. يا هلا ومرحبا فيك أختي إيمان، وأنا أول شيء أشكر قناة الشارجة الرياضية على هذه الاستضافة الجميلة، وخاصة في وقت أن إحنا حابين أن إحنا نتكلم عن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في اليوبيل الذهبي. أكيد طبعا أستاذ عارفة، ما شاء الله اليوم تشهد الدولة احتفالات غالية على قلوبنا، طبعا شو يعني لك هذا اليوم؟ هذا اليوم يعتبر بالنسبة لنا كنا، سواء كنا مواطنين أو وافدين أو أي جنسية أخرى على أرض هذا الوطن، هذا اليوم يعتبر عرس، وإحنا نحتفل باليوبيل الذهبي 50. أكيد. فاليوم إحنا يعني نستذكر ذكرياتنا لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، شو كنا قبل 50 سنة، شو كنا اليوم، فنحتفل بالإنجازات بالفترة البسيطة اللي يمكن كبرى الدول العالم يمكن تأخذ لها مئات السنين على أساس توصل لما وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم احنا نفتخر ان نحتفل بانجازات دولة الامارات العربية المتحدة، نفتخر ان احنا نؤدي دور التسامح ونتعايش مع كل الجاليات، مع كل شعوب العالم في دولة تعتبر تحتضن كل الكفاءات، تحتضن كل العقول النيرة. دولة الامارات العربية المتحدة اليوم خلال 50 سنة قدرت تعطي اللي ما قدرت تعطيها أي دولة أخرى. بالفعل. فأحنا يعني نسعد أن نشوف هذه الاحتفاليات. أنا أعتبر أن مثلا دولة الإمارات فخر
مو بس حق عيال الإمارات ولا العيال زايد، فخر لكل إنسان التمس خير دولة الإمارات عليه. فبتلاحظين اللي عاشوا حتى لو سنوات بسيطة كانوا داخل الدولة وطلعوا منها وراحوا لبلادهم، ما زالوا يستشعرون جمالية هذه الدولة، جمالية العطاء، جمالية التسامح. يعني كون وجود 200 جنسية مختلفة بكافة الأعراق والأديان على دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا التجانس الجميل بينهم، يعني مثلا بتشوفينه في أي دولة بالعالم. احنا سوينا العجب، احنا سطرنا تاريخ. احنا ما عندنا شيء مستحيل، احنا ما عندنا مستحيل، دولة الله مستحيل. بالفعل طبعا حديثنا الجميل في حب الإمارات أستاذة عارفة ما زال مستمر، لكن دعينا نشاهد جانب من احتفالات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في اليوم الوطني 50 لدولة الإمارات في التقرير التالي، ولنا عودة. عمت الاحتفالات وأندية واتحادات الدولة احتفاء باليوم الوطني 50، وأقامت المؤسسات في مختلف الإمارات فعاليات مبهرة، ونظمت بطولات احتفالية بهذه المناسبة الغالية على الوطن. مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أسوة بباقي المؤسسات تحتفي بعام 50 لدولة الإمارات، احتفال تاريخي لمسيرة التنمية والنهضة التي سطرت من خلالها الدولة العديد من الإنجازات في المجالات العالمية. طبعاً مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تنظم احتفالات اليوم الوطني مع موظفينها والطاقم الإداري والفني واللاعبات أيضاً. هذه السنة الاحتفالات مميزة جداً بعقد جلسة عصف ذهني تحت عنوان رياضة المرأة نحو 50 العام القادمة، واقع وطموح. نبحث ونتحدث عن التحديات والمقترحات التطويرية والتي ستخدم رياضة المرأة في السنوات المقبلة. الاحتفالات ضمت فقرات مختلفة نظمتها إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المؤسسة، بدأت بالسلام الوطني، ومن ثم عمل جلسة عصف ذهني بعنوان رياضة المرأة نحو الريادة واقع وطموح، التي تهدف إلى وضع آليات فاعلة للتطوير والتشجيع على ممارسة أنواع جديدة من الرياضات تدريجيا في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بما يلبي احتياجات الفتيات والسيدات ويتيح لهن الفرصة للارتقاء بمواهبهن وقدرتهن الرياضية سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية. بدعم من قيادتنا الرشيدة ودعم من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، هي الدعم الأول والأساسي لرياضة المرأة. ونحن يعني المرأة حاليا تبوأت العديد من يعني المناصب، وخاصة في مجال الرياضة المرأة صارت تطلع في المحافل الرياضية بإنجازات عالمية ورقمية. الاهتمام برياضة المبارزة كان كبير جدا وخدنا دعم كتير، احنا رياضة مكلفة جدا ومع ذلك توفرت لنا الأدوات، عاوزين نسافر سفريات نحتك بره بيسفرونا، في معسكرات بنسافر المعسكرات وبنحضر، ففي دعم كتير لرياضة المرأة هنا في الشارقة، والشيخة جواهر بنوجه لها كل الشكر طبعا على الدعم ده اللي بتدعمه. وعلى هامش الاحتفال أقيمت مسابقات للموظفين لإضفاء نوع من التنافس والخروج عن المألوف، تمثلت في مجموعات من الأسئلة ما بين الثقافية والرياضية والمعلومات العامة، إلى جانب تقديم هدايا وجوائز الموظفين بهذه المناسبة. طبعا مثل ما شفنا تسعى دائما مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة إلى تهيئة بيئة محفزة تسهم في دعم رياضة المرأة، وتنشأ أيضا جيل من المدربات المحترفات واللاعبات المتميزات القادرات على المنافسة بقوة في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية. طبعا أستاذ عارف اليوم نحن نحتفي، الإمارات تحتفي باليوبيل الذهبي 50 في الإنجازات، دعينا نتحدث على الصعيد النسوي خاصة في مجال الرياضة. اليوم ما شاء الله نحن كيف تشوفين المستوى اللي قدمته المرأة مع وجود متمثل في صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، وأيضا من قبل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة. الجميل أن أنت قلتي دعم، دعم إحنا حصلناه من الشيخات، دائما يوميك الدعم من فوق
وينزل لتحت وتشوفين الكل يتبنى الفكره. فاحنا الدعم تمكين المرأة سواء كان في حتى في كل المجالات ومنها في المجال الرياضي كان له معنى للأمانة. فبتلاحظين الشيخة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ان الرئيس الاتحاد النسائي العام، وايضا بتشوفينها ان تعني بالأسرة. فيوم تعني بالأسرة تتمسك بالمرأة لان هي اساس الأسرة. فاذا صلحت المرأة صلح كل شيء بالأسرة. فبتشوفينها هي تتبنى فكرة أن مثلاً المرأة إذا وجهناها ووعيناها من الناحية الرياضية ولا هي التغذية السليمة ولا حتى الفكر والثقافة، المرأة لازم تكون بكل الجوانب تكون كاملة والكامل الله. فإذا هي متمكنة من هالجانب تقدر توعي جيل، لأن هي بالأخير هي اللي تتمسك بالجيل، هي اللي تربي عيالنا. فبتشوفينها هي دعمها اللامحدود سواء هي وحتى الشيخات مثل الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وعندنا قرينات حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وكوني أنا من راس الخيمة سمو الشيخة هنا بن جمع الماجد، يصبون اهتمامهم في المرأة. وإحنا الحمد لله من الناحية الرياضية كنساء إن دعم كبير. يعني اليوم يعني بنتكلم على صعيد راس الخيمة على سبيل المثال، يعني من 4 شهور شكلوا مثلا مجلس إدارة فريق في نادي الإمارات الثقافي الرياضي، وأنا كنت واحدة من الناس اللي اختاره الشيخ على أساس أمثل النادي في مجتمع دولة في مجتمع راس الخيمة. جميل أننا نعين عن طريق المرسوم الأميري، جميل أن يكون في هناك ثقة من الحكام في العنصر النسائي خاصة في المجال الرياضي. فبتلاحظين مو بس على مستوى المحلي، حتى بتلاحظين مستوى الدولة وحتى مستوى الأقاليم المرأة لها دور. بتشوفين هناك الأندية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ما يعني صبت كل تفكيرها ودعمها سواء المادي أو المعنوي في وجود أندية نسائية. فوين ما بتروحين، تروحين بضبي، دبي، راس الخيمة، عمان، شارجة، وين ما بتروحين بتشوفين هناك أندية نسائية تعني بالرياضة. بالفعل. فبتلاحظين احنا وهناك نتاج جميل من وراء هالأندية. انجازات جميلة. فبتلاحظين يعني أظني سمعتي عن الحكم الدولي. هذا فخر بنت الإمارات. احنا اليوم مثلا بتشوفين حتى في التلفزة عندك بقناة دبي عندك الأخت حصة الرئيسي الإعلامية الشهيرة المعروفة والمعنية في المجال الرياضة. فوجود النساء في المجالات عدة، وجود حتى المرأة يعني ما شاء الله، يعني اليوم المرأة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة توجت بإنجازات جميلة في منصات عالمية، وكانت وكان لها دور في أكثر من 11 رياضة. يعني شيء مو بسيط، لو نتكلم عن الملاكمة، لو بنتكلم عن الكاراتيه، لو بنتكلم عن الجوجيتسو، لو بنتكلم عن أي رياضة حتى كرة القدم، يعني تحسين صح يمكن أنه شيء مو بكبير، يعني ما بتشوفين انخرطت في المجال كرة القدم واي، ولكن إلها فكر، إلها باع. حتى أنت مثلا لو بتلاحظين لو بتطلعين على الإذاعات بتشوفين هناك في عناصر نسائية تطلع وتعطي رأيها. وين كانت هالنساء قبل أن تتكلم عن الرياضة؟ وين كنا وين صرنا ما شاء الله. فاليوم تشوفين المرأة مو بس أنها مثلا جالسة في البيت مثلا مهتمة بالزوج وبالعيال وبأن مثلا بس اللهم صعد الجيل القادم، ولكن إلها فكر رياضي. تشوفينها تنخرط في المجال الرياضي، بتشوفينها في كل مكان ما شاء الله. المرأة يعني ما خلت قطاع إلا دخلت فيه. أكيد. فما بالك قطاع الرياضة، احنا دخلنا البرلمان شو اسمه، دخلنا في البرلمان ودخلنا بالسياسة ودخلنا عندنا سفراء وسفيرات وعندنا وزيرات. بما أننا نتكلم عن السفيرات استاذ عارف، اليوم تترأسين ما شاء الله فريق سفيرات نادي الإمارات الثقافي الرياضي التابع طبعا للقلعة الخضراء، كلمينا عن دوركم في هذه الجمع في هذا النادي. خليني بقول لك كيف طلعت فكره فريق سفيرات نادي الامارات. الرئيس يوسف البطران يو قال لي عرفه شكلي لي فريق حتى لاربع خمس بنات، نباهم ان انتم تمثلون النادي وتطلعون مثلا عندكم مثلا عز احد، مثلا عندكم مثلا مناسبه تصيرون تقابلون شخصيات معينه، فعائلات فعائلات، ابيكم انتم مثلا تفعلون دور المراه في هالمجال. فرحت البيت جلست بيني وبين نفسي كان أقول لا أربعة خمس ما يكفون، وأنا كانت اللي يعني هي فكرة كبيرة يعني تبلورت الفكرة لشيء أكبر. قلت إحنا اليوم نتكلم عن نادي الإمارات الثقافي وبعدين يجي منها الرياضة الثقافي الرياضي. قلت أنا ليش ما أفعل موضوع الثقافة؟
فقلت خلاص ما بسويها خمس أشخاص بالفريق. قمت وشكلت خلال 48 ساعة 45 عضو في الفريق. وعلى فكرة مسجات حق 25 شخصية وما شاء الله عليهم كلهم بادروا، قلت لهم بتكونوا متطوعات. جميل. وكوننا هذا الفريق، وكانت الفكرة أن مثلاً نقابل السيدات المجتمع، أن مثلاً تكون أن مثلاً جلسات، تكون عندنا مبادرات. واحدة من المبادرات اللي إحنا كنا يعني كان فيها هدف استراتيجي أن تكون عندنا شراكة استراتيجية مع المؤسسات المحلية والحكومية. هذا أهم شيء. قدرنا خلال أسبوعين نسوي أول مبادرة مع بلدية رأس الخيمة والطب الوقائي والصحة والقيادة العامة للشرطة أو الشرطة المجتمعية للقيادة العامة برأس الخيمة. عندنا سوينا جلسة بالنسبة للسرطان الثدي ونجح نجاح باهر، لأن اليوم عندي أنا بالفريق مو بس 25 عضوة، يعني عندي إعلامية، عندي صحفية، عندي ناشطات اجتماعيات، عندي كل بنت من مؤسسة حكومية أو محلية. جميل. يبتلش من غرفة التجارة والصناعة، يبتلش من الدائرة الاقتصادية، يبتلش من مؤسسة الشيخ سعود، يبتلش من جمعية الإمارات، ما خليت مكان، لأن أنا هدفي أقول له أنا ما أربط عمري بهالمؤسسات ما بقدر أنجح. صح. لأن الهدف واحد، كنا نشتغل لهدف واحد لخدمة المجتمع. فأنت اليوم النادي الرياضي النادي الإمارات الثقافي الرياضي يعنى بشيء واحد، المجتمع. احنا نبغى نوصل للمجتمع، نوصل للمجتمع. ففريق سفيرات نادي الامارات هدف اكبر عن كذي، نبغى ان في كل بيت سفيره لنادي الامارات. واحنا هدفنا في الفريق ان نسلط الضوء على المراه، كل بيت في امراه هي سفيره لنادي الامارات. عن طريقها هي احنا نقدر نوصل للطفل، للشاب، للمراهق، للزوج، للاب، لكل حد، لان هي اللي ماسكه زمام الامور، هي ربة الأسرة. يوم نقول ربة الأسرة نعني بالكلمة، هي اللي تدير زمام الأمور في البيت. اليوم الأم هي اللي تربي ولدك، هي اللي مثلا تربي ولدها يعني، وهي اللي تداري على دروسه، هي اللي مثلا تشد عليه بتخصصاته، يعني بتقولي له، هي اللي توجهه بالنسبة للتخصصات. بتشوفين حتى يوم بتي من ناحية الزواج، الزوجة باستراتيجية معينة، فبتشوفين تأثر عليه حتى في اختيار شركة الحياة. فما بالك أنه يوم بنيو نتكلم عن الرياضة، إذا أنا غيرت فكرها وقلت لها أن نادي، سواء نادي الإمارات أو أي نادي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن نعني بالأطفال منذ الصغر إلى ما يكونوا ما شاء الله عليهم شباب، ثقافهم منذ الصغر. صح. طبعا ثاني شيء ثقافة قبل الرياضة. ثاني شيء التمسنا إحنا يوم وصلنا للنساء أن كانوا يخافون من ناحية الأمن والأمان في النادي، هل المكان آمن؟ احنا ما نعرف شو البرامج اللي موجوده، هل البرامج موجوده للاطفال والكبار؟ استغربنا انه يوم دخلنا في المجتمع وتكلمنا في الموضوع اكتشفنا انه وايد حريم ما يعرفون موضوع الامن والامان. الحمد لله عندنا كاميرات وعندنا مشرفين وعندنا مسؤولين وليل ونهار يشرفون على المكان، فما كان عندهم علم، كانوا يخافون. شغله ثانيه ما كانوا يعرفون ان عندنا كاميرات في كل مكان. يعني الام اليوم يوم بتطرش ولدها مثلا تكون مرتاحه وواثقه، تكون مرتاحه. اليوم خاصه احنا بوضع انه مثلا تعرفين مع الـ مع الـ مع الـ مع التطور انت تبدين تخافين اكثر. صح. عرفتي كيف؟ فاحنا كان هدفنا ان احنا نهدي الوضع، نقول لهم لا، المكان امن، عندك كل سبل الراحه، تبين حتى باص يجي لين عند باب بيتك يشيل الطفل. فاحنا عندنا مشرفين، عندنا حتى عندنا الاخت موز الغابوري، النقيب موز الغابوري، هي ترى من الشرطه المجتمعيه ولكن ويانا بالفريق، ان تعني بالمراحل السنيه. احنا نتكلم عن المراحل السنيه من الصغار لين عمرهم 17 سنة. الجميل أستاذة عارفة هذا موجود الحين، موجود في كل الأندية ما شاء الله، سواء كان في رأس الخيم ولا دبي ولا الشارجة. صحيح. ما شاء الله اليوم تشوفين الأمن والأمان موجود ويعم في في جميع مهمة. والتوعية مهمة. مهمة. خلينا نشوف أول شيء نكمل الاحتفالات باليوم الوطني. ما شاء الله عمت أرجاء الدولة، سواء كانت فنية، ثقافية، تراثية ورياضية أيضا، حيث نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي بطولة الاتحاد بمشاركة لاعبي ولاعبات أندية الدولة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي وثم لنا عودة. بنجاح كبير اختتم نادي الذيد الثقافي الرياضي بطولة اليوم الوطني 50 للرماية الهوائية البندقية والمسدس 10 متر التي أقيمت بإشراف النادي، وذلك بعد أن شهدت منافسة كبيرة وأداء عال بمشاركة 40 لاعب ولاعبة. تأتي هذه البطولة سنوياً في إطار إحياء روح الاتحاد، كما تهدف إلى تطوير لاعبي الرماية التي تعد إحدى الرياضات التراثية. في البداية حابة أشكر نادي الذيد على استضافتهم لهذه البطولة،
مناسبة عام 50، وهم دائماً ما شاء الله سباقين باستضافات هاي البطولات اللي تساعدنا على أن نحسن من مستوانا، والحمد لله أدينا أداء راضين عنه وإن شاء الله القادم أفضل، وكل عام ودولتنا بألف خير. نشكر نادي الديدة الثقافي الرياضي على استضافة هذه البطولة، بطولة اليوم الوطني للعام 50، وتقدم بالتهنئة لجميع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي، وكل عام وانتم بخير. نجحت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في حسم نتائج البطولة على مستوى منافسات البندقية، أداء يستحق الإشادة لبنات الإمارة الباسمة. حبيت تهني دولة الإمارات العربية المتحدة على اليوم الوطني 50، والله يعم الأمن والأمان على دولتنا، وحبيت أشكر نادي الديد الثقافي الرياضي على إقامة هذه البطولات اللي تأهلنا على للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية بإذن الله. كانت عندنا بطولة الذيد في مناسبة اليوم الوطني 50، وأحب أشكر نادي الذيد على هذا التنظيم، ومن خلاله نحن نقدر نشارك في بطولات ثانية، وهذا يطور من قدراتنا في المرات الجاية. وبهاي المناسبة أحب أنتهز الفرصة بإني أهني الشعب الإمارات وحكامها، وإن شاء الله يا رب الله يدوم علينا بالصحة والعافية أجمعين يا رب. تحتل لعبة الرماية مكانة مرموقة بين كل الرياضات في دولة الإمارات لعدة أسباب، في مقدمتها إن صاحبة أكبر إنجاز في تاريخ الرياضة الإماراتية منذ تأسيس الدولة، ولارتباطها بقيم الشجاعة والذكاء والمهارة والتركيز. قيام منافسات رياضية تزامناً مع اليوم الوطني يؤكد أن رياضة الإمارات أصبحت جزء لا يتجزأ من قيم الاتحاد وإنجازاته. طبعاً أستاذ عارف، اليوم ما شاء الله أفضل البطولات العالمية تقام على أرض الدولة. قبل أيام ودعنا بطولة العالم للكاراتيه، ونستعد أيضاً لبطولة العالم للشطرنج، ومن ثم بطولة إن شاء الله العالم للمبارزة. هذا يدل دائماً على المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولتنا الحبيبة. أستاذ عارف، كونك إماراتية مدى الفخر والاعتزاز الذي تشعرين به؟ أول شيء أنا أفخر جداً لوجود هذه المسابقات وهذه الفعاليات الرياضية العالمية، أن فكروا أن يسوون هالفعاليات عندنا أو مسابقات عندنا بدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه ثقة العالم أن دولة الإمارات عندها منصة عالمية تستقطب كل هذه الجهود، لأن اليوم أنت لو بتفكرين في الرياضة هي كانها سياسة لها تأثير قوي على المجتمع، لها تأثير قوي على الأفراد. فأنت يومتين تختارين دولة لازم تكونين على ثقة أن هذه الدولة عندها القدرات أن تقدر تستقطب هذه الطاقات. مو بسهل أن أنت مثلاً تبيبي مثلاً مسابقات أو سباق الكريكت، لأن هي عالمية، يبالها جمهور، يبالها منصات، يبالها إدارة فنية تقنية. هل هذه الأشياء موجودة عندنا بالإمارات؟ موجودة ولله الحمد. على يعني إحنا من السنوات السابقة لحد اليوم بتشوفين معظم المسابقات أو اللي كانت عندنا أو السباقات الرياضية اللي عندنا كانت لها نجاحات باهرة، ولولا هذه النجاحات كان ما شافوا هذه المؤسسات أو الدول دولة الإمارات كمنصة ناجحة أن يقدرون مثلا يعني يقومون بهذه الفعاليات أو بهذه السباقات عندنا. فأنا أفخر جدا وأدري أن المستقبل باهر. يعني دولة الإمارات مو بس في الرياضة، أنت لو بتلاحظين معظم اليوم استقطبنا إكسبو 2020، يعني شيء عالمي. احنا تحدينا العالم سواء بالرياضه او بكل شيء، وبالذات بالرياضه. مو بشيء بسيط ان دوله عربيه تستقطب هذه السباقات، مش سهل ان مثلا تستقطبين كل هذه العقول، لان دائما ياخذون الفكر ان العربي يمكن ما يكون متطور اكثر، يمكن ما عندهم هذه الامكانيات. اليوم في دوله الامارات العربيه المتحده فيها كل الامكانيات ان اي حدث عالمي نقدر نستقطب، أي حدث عالمي نقدر ننجحه.
للأمانة لوجود طاقات كفاءات على أرض هذه الوطن. بالفعل طبعا أستاذة عارف الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي وأيضا رئيس فريق سفيرات نادي الإمارات، نشكرك على حضورك معنا اليوم في استديو رياضة المرأة وفي هذه الحلقة الاستثنائية في اليوم الوطني 50 لدولة الإمارات. وإلى هنا أيضا مشاهدينا نقول قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، لقائنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين أستودعكم الله وكل عام ودولة الإمارات حكومة وشعبا بألف خير.